راح ندرس عن الباراسايتولوجي اللي هي علم الطفيليات. ميديكال باراسايتولوجي اللي هو تعريف الميديكال باراسايتولوجي لتعريف الطفيليات. طبعا هم يسموها الطبية لانها يعني تكتشف من خلال فحوصات طبية. is a branch of microbiology, هي فرع من الميكروبيولوجي, which deal with parasite of man, التي تتعامل مع الباراسايت التي تصيب البشر. هنا كلمة مان يعني مو معناتها انه تصيب فقط الرجال, لا, وانما انه هي تصيب البشر بصورة عامة. نجي بعدين على تعريف الباراسايت. هذاك تعريف الباراسايتولوجي. هذا تعريف الباراسايت. الطفيلي هو living organism, هو كائن حي, which receive قلنا receive اللي هو nourishment and shelter. nourishment اللي هي nutrition التغذية أو الغذاء, and shelter اللي هو المأوى, from another organism, من كائن حي آخر رح نسميه لاحقا بالهوست المضيف. تمام, إذن هو كائن حي راح يأخذ أو يستلم الغذاء والمأوى من كائن حي آخر, the later host, يعني بعدين حنطلق عليه كلمة host أو المضيف. Parasite of man belong to the animal kingdom. هاي النوع من الباراسايت هي تكون مدرجة تحت الانيمال كيندوم, مملكة الحيوانات, which are divided into three main groups. وهاي المملكة راح تنقسم إلى ثلاث أقسام أساسية اللي هي البروتوزوا الأوليات, هلمنثس الديدان, والأريثروبودا اللي هي ذوات الأقدام الكاذبة. تمام, عفوا أقول اللي هي مفصلية الأرجل, أريثروبودا اللي هي مفصلية الأرجل مش الأقدام الكاذبة. تمام. باثوجين اللي هي الإمراضية, a microorganism capable of causing an infection. هاي الكائنات لها القدرة على causing, على تسبب في الانفكشن أو تتسبب في إصابة. الهوست اللي هو المضيف, an organism which harbor the parasite, هو الكائن اللي رح يعيل الباراسايت الطفيلي, الكائن المعيل للطفيلي. تمام, هاي تيجي طبعا تعاريف عادي لانه هي المادة نظرية فنطلبها كتعاريف, احتمال يعني قليل ضعيف جدا انه تجيكم صح وخطأ. نجي بعدين على انواع الطفيليات. type of parasite, عندنا الاكتوباراسايت من اسمها اكتو اللي هي خارجية, live outside of the external service of the body of the host, هي تعيش على الاوتسايد الجزء الخارجي من الاكسترنال سيرفيس, من الطبقة السطحية من الجسم, جسم المضيف طبعا, اللي هي مثل التكس اللي راح تعيش على السكن اوف ذير vertebrate هوست. التكس اللي هو القراد مو الجراد, القراد اللي راح يعيش على السكن, على جلد الفيرتبريت الفقريات اللي تكون عائلته او المعيله لها. اثنين, عندي الاندو باراسايت, ليف انسايد ذا بودي هوست, هاي من اسمها اندو, اذا راح تعيش في داخل البودي مالت المضيف. مثال عليها اللي هي الانتاميبا هيستولوتيكا, الانتاميبا اللي هي الانتاميبا الاميبا يعني, live in a human colon, راح تعيش بالقولون الموجود في البشر. ثلاثة, عندنا الفاكولتيتيف باراسايت اللي هي فاكولتيتيف معناتها اختيارية. هاي الباراسايت live a parasite life, يعني حتعيش حياة الباراسايت, when opportunity occur, لما تسمح الفرصة, when opportunity occur. مثال عليها اللي هي فيو راوند وورم, بعض الديدان اللي راح تكون المدورة, are normally free living, هي بالعادة تعيش حرة,
but can invade host under certain condition, ولكن تحت ظروف معينة قد إنها تعمل invading اللي هي رح تهاجم أو تغزو جسم الهوست. يعني هي ديدان تستطيع أنها تعيش لوحدها فري، ولكن تحت ظروف معينة هي تعيش في على مضيف، يعني تحتاج إلى إعالة. هاي يسموها فاكولتيتيف، خيارية، تختار يا أما أنها تعيش حرة يا أما أنها تعيش في داخل مضيف. عندي بعدين الأوبليجيتري باراسايت، اللي هو الأوبليجيتري اللي هو اللي أوبليجيت يعني مجبور أو أنه مجبر على الشيء. أوبليجيتري، فأوبليجيتري باراسايت هي cannot exist without parasite، اللي هي ما رح تستطيع أنها تقاوم أو تبقى عايشة بدون باراسايت، فهي مجبر بدون هوست عفوا، فهي مجبرة على البقاء في داخل هوست وتتصرف كطفيل. They must have a host to complete life cycle، يجب أن يكون لها مضيف حتى تكمل دورة حياتها، اللي هي مثال عليها الأنتاميبا هيستولوتيكا. عندي خمسة temporary parasite اللي هو تكون طفيلية مؤقتة، contact in host only to feed اللي راح تتصل بجسم المعيل أو الهوست فقط حتى تأكل، and then leave، وبعدين راح تغادر. آخر واحدة رقم ستة اللي هي permanent parasite اللي هي متطفلة دائمية، lead a parasitic life، راح يعني راح تكون تعيش حياة الباراسايت الطفيليات all through its life، طول فترة حياتها. مثال عليها الانتريك أميبيا، الأميبيا الداخلية.